من يومين انتشر مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيوضح فيه أو بيظهر فيه موظفين في الوحدة المحلية لقرية السلمية في كفر الشيخ، وأحدهم بيقوم بتعرية موظف آخر كفيف وبيحاول أنه يخلع جلبيته. رواد المواقع التواصل قالوا ان الرجل ده من ذوي الاحتياجات الخاصة، معاق بصريا ومعين زي ما حضراتكم شايفين، وياريت ما نجيبش وشه. طيب، معين بموجب بنسبة 5% المخصصة لذوي الاحتياجات في الوحدة المحلية لقرية السلمية. الجديد النهاردة ان الموظف ده اسمه محمد، قدم بلاغ لنيابة كفر الشيخ واتهم فيه الاثنين الموظفين اللي حضراتكم شفتوهم في هذا الفيديو، يعني السيء. معايا المحامي الأستاذ عبد الله سالم، محامي المواطن الكفيف. ومساء الخير يا أستاذ عبد الله. عليكم السلام عبد الباس. أهلا وسهلا. احنا عرفنا أنه التحقيقات في هذا الموضوع انتهت من شوية. هي التحقيقات لم تنتهي، ولكن هو قرار أخذته النيابة بحجز المتهمين على ذمة المحضر لحين إجراء التحريات من قبل المباحث العامة لفوق. تمام. طيب، إيه اللي حصل بالضبط؟ يعني هل الفيديو ده يعني صحيح، مش متركب، مش مفيهوش مونتاج؟ الفيديو صحيح، ولكن تفضل. الفيديو صحيح، ولكن الفيديو ده فعلا من سنة ونص. واحنا ما نعرفش لماذا تم استعمال هذا الفيديو بهذا التوقيت بالذات. يعني هو الفيديو لحظه يعني الفيديو ده معمول من سنه ونص، بس اترفع على الفيسبوك من يومين بالظبط. وبناء عليه انتوا اتحركتوا علشان ده في تشهير بالاستاذ محمد؟ طبعا. تمام. طيب، في اعتقادك ليه هم رفعوا الفيديو ده، او مين اللي رفع الفيديو ده على النت؟ والله بس احنا موجهين اتهام لشخصين طبعا، والنيابه بتحدث في الموضوع، ولكن احنا لا نقبل ان يكون هذا الفيديو مصدر اساءه لمصر اطلاقا. طيب اطلاقا لا نقبل. طيب، قول لي هم لكي يكون مصدر اساءه للبلد. طيب، مصر بخير واهلها بخير. ده معروف، ده معروف، مصر بخير. لكن قول لي، يعني هو اللي رفع الفيديو بيقصد الاساءه للأستاذ محمد، ولا بيحاول أنه يورط الاثنين الموظفين اللي معاه، ولا كان يعني هما الاثنين كانوا بيهزروا مع الأستاذ محمد، ولا إيه بالضبط؟ أكتب بس أما اتكلمنا النهاردة مع المتهمين الاثنين، فاللي هو الشخص اللي متهم بأن هو نشر الفيديو ده المتهم اللي نشرته، وانا الموضوع ده انا بعيد عنه خالص، وان الموضوع ده يتنشر من قبل شخص ثاني اللي هو جاله. طبعا كل واحد ينسب الاتهام عن نفسه، ولكن برضك احنا في مساعي نشوف الموضوع ده اساسه ايه واوله واخره ايه عشان ننهي القصه دي. طيب، يعني الموضوع ما كانش هزار؟ ما انا بس يعني بحاول يعني استفسر منك. يعني هو المجني عليه النهارده اللي هو موكلنا قال ان هم كانوا بيهزروا معايا، ولكن انا طبعا ما كنتش بهزر معاهم اطلاقا. يعني هزار بالعافيه كده يعني. بالظبط كده. وطبعا مساله انه يترفع على يعني مواقع التواصل الاجتماعي دي شيء مش مظبوط، مش لا طبعا، شيء مخالف للقيم المصريه عامه. طيب، انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عبد الله سالم المحامي، ويعني هنتابع اذا كانت النيابه هتاخد اجراء او اي نوع من الاجراءات هتاخدها النيابه في هذا الموضوع.